ينضم إلينا من العاصمة دمشق الصحفي محمد طوالبة. أستاذ محمد، مرحبا بك. ما هي الخسائر التي خلفها القصف الإسرائيلي لحمص؟ نعم، في البداية بما يخص الأرواح لم يكن هناك أي قتلى نتيجة هذا العدوان، ولكن كان هناك 3 إصابات لمدنيين كانوا متواجدين في هذه النقطة التي تم استهدافها في تمام الساعة 12:50 من فجر هذا اليوم. العدوان الإسرائيلي كان بمجموعة من الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة حمص وريفها. البيان الرسمي السوري الصادر عن المصدر العسكري تحدث عن هذه الإصابات للمدنيين بالإضافة للخسائر المادية نتيجة اشتعال محطة وقود، أو كما ذكر في البيان كازية مدنية. موضوع أن مدنية هو الذي يحدد طبيعة المكان. الروايات الغير الرسمية تتحدث عن استهداف لمطار عسكري، لاستهداف لمناطق عسكرية فيها وجود غير سوري، ولكن البيان الرسمي يقول أنها محطة وقود مدنية، وقد نتج عنها اشتعال لهذه المحطة واحتراق لعدد من الصهاريج، الحافلات التي تنقل الوقود لهذه المحطة والشاحنات الموجودة كانت على هذه المحطة. بالفعل هذا الاستهداف ليس هو الأول من نوعه، ولكن بطبيعة الحال يمكن القول بأنه المعلومات الواردة حتى الآن لا تدل على وجود أي استهداف عسكري نتيجة وجود خسائر مدنية فقط لا غير. نعم، ولكن الحكومة السورية كيف ردت على هذا القصف الإسرائيلي؟ بطبيعة الحال الرد السوري دائما ما يكون هادئا، ولا يكون هناك أي إعلانات مباشرة لهذه الاستهدافات العسكرية. فيعني فعليا هذه الضربات ليست الأولى، ولا وهذا الرد هو ليس الأول من نوعه. السياسة السورية تعتمد هذا المبدأ منذ زمن. بما يخص موضوع الاستهدافات، يمكن الحديث عن عدة سيناريوهات لهذا الاستهداف وطبيعة المنطقة المستهدفة. بالحديث عن مطار الضبع العسكري، هو بالفعل مطار عسكري يسمى الضبع أو القصير، يتواجد في ريف حمص الشمالي الشرقي ويبعد عن المدينة حوالي 30 كيلومترا. ولكن في البداية من الممكن أن يكون السيناريو الأول هو استهداف لمناطق متفرقة لا على التعيين لأسباب لم يتم الإعلان عنها، كما يكون هناك استهدافات سابقة لمناطق يتواجد بها مدنيون ويذهب ضحيتها أرواح مدنية. الآخر هو استهداف منطقة كما قيل مثلا في 2 أبريل الجاري، كان الاستهداف ومن مصادر غربية يتحدث عن وجود مقاتلين في هذه النقطة موالين لدول أخرى وإصابة جنود إيرانيون. بالفعل الوجود الإيراني منذ مدة لم نشاهد وجود جنود إيرانيين بالفعل على الأرض السورية، ولكن المتواجد والمعلن عنه هو وجود إيرانيين. أيضا يمكن وجود محاولة اغتيال أو قصف لمناطق يتواجد بها هؤلاء المستشارون الإيرانيون، ولكن هناك أيضا سيناريو محتمل يتحدث عن استهداف قواعد لمضادات صواريخ ومضادات طائرات أو مضادات جوية متواجدة في هذه النقاط باعتبار هناك وجود لمناطق عسكرية قريبة. ولكن ما شاهدناه من نقل للأضرار، كان هناك مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تبين أن نيران والدخان المتصاعد للمنطقة، وهي نقطة قريبة جدا من الطريق الدولي الذي يربط بين دمشق وحمص، وهي نقطة مدنية ومأهولة جدا بالسكان، يتم العبور بشكل دائم عليها. أشكرك شكرا جزيلا، ضيفنا من العاصمة دمشق الأستاذ محمد طوالبة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا.